إذن المباراة تنطلق الآن بعد تأخير تقريبا بخمسة دقائق لعب. ترجع وعلى كل الفرق تتنفذ لكرة أولى ترجع من المدافع. هذه كرة ثانية في كلاسيكو البطولة. هذه كرة طويلة بدون عنوان خمد على الجهة اليمنى. هذا حبيبي كان يمر مرة أولى ثانية تسديد أو توزيعة يمينية. مر بليل باش ينفذ الكرة طويلة ترجع أمام الحبيبي كان لكن تمر سلامات. دينا الويل حمل قميص اثنين ينفذ الكرة طويلة ممتاز رامي البدوي ممتاز لمستقبل رياضي بسليمان. الكل في الكل حامل قميص 27 يمر مراوغة أولى ثانية مع منعم حسني يفتك الكرة في ملعب 17 ديسمبر. تتنفذ رمية التماس طويلة على طريق الإنجليزية لكن رامي جريدي يطلع الكرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان بدون عنوان يعني صحيحة على حقيقة من حيث الفرص وكذلك الأهداف. مباراة ما زلت ما ارتقتش ترجع على الكرة مرة أولى ثانية. هذه كرة ممتازة مستقبل رياضي بسليمان المرور التسديد مرة أولى ثانية. محمد علي بن حمودة رشيد العرفاوي مرة من هذه تسديدة من مازال ما نفذش الركنية. محمد الناصري ينفذ الركنية مرة أولى ثانية يسقط المهاجم. كرة لدريغو محمد الناصري محمد الناصري ممتازة الكرة لأولمبيك سيدي بوزيد وائل الصالحي ممتازة وائل الصالحي ممتازة العملية من الجهة اليمنى يمشي حسن الشلي يسقط. ماذا يقول الحكم؟ لا شيء. هذا ممتاز وائل الصالحي حتى الكرة مرة أولى تسديدة ممتازة جدا ممتازة التسديدة مازال وائل الصالحي مرة أولى مرة ثانية. واحدة اثنين يلا أولمبيك سيدي بوزيد المراوغة الأولى الثانية تسديد. عملية الاختار أولمبيك سيدي بوزيد محمد الناصري بدل الكرة شيبة الصالحي يطول على الكرة طارت تهتم في المدافع كان غائب في الأربع ساعة الأولى ثم يرجع كذلك كريم الزعفوري وائل الصالحي التخريج على الكرة لولا تدخل المدافع كذلك صالة وجيلة مع الأولمبيك تتنفذ المخالفة ممتاز وعلي العياري بخبرة السنين بين الأوزبي والآسيس المستقبل الرياضي بسليمان. هذا رامي الجريدي يدخل شوط اللاعبين. هذه مخالفة ممتازة العملية المرور التسديد. ماذا هذا على الجهة اليسرى مايكل أوغوشي حط الكرة على ساقه اليسار خارج كرة. هذه تسديدة محمد الناصري بدون عنوان في حلة كانت ولا أروع تقريبا في السنوات التي لأولمبيك سيدي بوزيد تتنفذ المخالفة يسارية حط كرة لعلي الدين البراهمي ممتازة عملية الواحد اثنين التسديد وائل الصالح يمر مرة أولى مرة ثانية يحط الكرة على الساق اليمين لحبيبي أكن يحاول يعمل مراوغة يمر لحبيبي أكن يحط كرة على اليسار الحكم يسقط وماذا يقول الحكم؟ يقول مخالفة ممتازة العملية لأولمبيك سيدي بوزيد من الجهة اليمنى يلا 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 يحط على كرة ماذا يفعل تمهيد بالراس ممتازة العملية يعني توزع على كرة ثم ترجع هذه عملية أخرى التوزيع من الجهة في هذه اللحظات هذه التوزيعة يلا مايكل أوغوشي يحط لي بعدي البراهمي من طرف أولمبيك سيدي بوزيد وكذلك شمس الدين الاسامتي ديش ينفذ الكرة ممتازة جدا كاد يسجل مايكل أوغوشي واحدة ثيمة كريم الزعفوري كريم مايكل أوغوشي ما تأتي لأوغوشي واحدة ثيمة كريم الزعفوري التسديد ماكير يدخل منطقة الخطر كريم يعمل مراوغة أولى مراوغة ثانية ما زالت الكرة كريم يسقط ماذا يقول فرج عبدلاوي يقول أوت لا عملية الأولمبيك سيدي بوزيد الحكم يكمل لعب مايكل أوغوشي كرة يعني بين الأقدام إذا محمد الناصري سادد والهدف الأول الهدف الأول لأولمبيك سيدي بوزيد شعلت نار في ملعب 17 ديسمبر الكرة جاءت بأقدام مدريغو هدف مباغة للحارس ياسين الرحيمي 1-0 شاهدوا معي الهدف والعملية في هذه المباراة يأتي الفرج
يأتي الفرج من محمد دريغو. تتعالى الأصوات هنا في ملعب 17 ديسمبر. هذه عكسية مستقبل سليمان حذيري علي عياري جريدي تونسي لاعب عنده إمكانية هذه التسديدة. يا إلهي ماذا تفعل يا ياسين يا رحيمي. الكرة المستقبل هذه بسليمان حذيري دفاعات أولمبيك تسديد على طريق الإنجليزية 12 طول الكرة لكن ثابت في مكانه بيكن يحاول بين الفينة والأخرى مستقبل يدي بسليمان لتعديل الأوتار. هذه عملية ترجع حذيري هذه كرة لمستقبل سليمان ليحاول في هذه اللحظات الأخيرة حذيري الكرة من جديد الكرة ممتازة العملية الفنية يلا يلا ممتاز جدا هذا اللاعب أدي جي ممتاز هذا اللاعب على الطريقة الإنجليزية على رمية التماس طويلة لأولمبيك سيدي بوزيد يدخل منطقة الخطر مراوغة أولى تخريج الكرة لكن ماذا يفعل الحارس ماذا يفعل الحكم في كورته مرة أولى مرة ثانية ياسين هذه هجمة معاكسة ممتازة الكرة لمستقبل سليمان هجمة بهجمة الحكم ماذا يقول هل هناك مخالفة واثنين على الويلي خرج سامحوني تنفيذ وهدف التعادل هدف التعادل كنت نحكي مخالفة خطيرة وخطيرة جدا هدف تعادل يعني بكيفية غريبة أو كيفية ممتازة ممتازة جدا أعطيني يعني ريبلي أعطيني الريبلي هدف التعادل للمستقبل الرياضي بسليمان صاحب الهدف ماهوش لحبيب يكن هذه اللحظة بالذات مشاهدي مستمعي ديوان سبور تنتهي المباراة على قسمة خيين 1-1 بين أولمبيك سيدي بوزيد والمستقبل الرياضي بسليمان